بتعدد روافدها وألسنتها وتعبيراتها. صادقا نبتهج رئيس الصحافة زميلي زايد الكوبري، رئيس نقابة الوطنية للصحافة المغربية، زميلتي زملائي نقابة الوطنية للصحافة المغربية وفي الصحافة، مرحبا في مدينة طنجة، وأنا كما تعرف قريب جدا. هو اقتراح الحلول القانونية وغير وأخرى في مجالات أخرى، هذه هي الرسالة اللي لا بد من التقاطها، هي الفكرة اللي دافعنا عليها. فلذلك أنا معتز، هذا اعتزاز كبير جدا زملائي، لأنه جينا وقت كبير من قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لأننا كنعرفوا قيمة الرجل اللي احنا جايين من أجله. حناءة اعتراف، حناءة عرفان، حناءة تقدير، حناءة احترام. نستعرف صادق عيسى والجيل ديالو برمته، اللي الحقيقة صعيب تحطوا على من سيعود هذا الجيل في ظل التحولات اللي دور عليها الزمن اللي مسمو شاهد. شكرا لك. لكن سنة بعد انطلاقها كانت الانطلاقة الأخرى لميديا تدريجية. يتذكر عبد الصادق بن عيسى البداية كانت عبارة عن مواجهات إخبارية ونشرة وحيدة، ثم بدأنا في ورش كبير وهو الفترة الصباحية. نعتبرها العقوبة إلا بالنسبة لمن ينامون في 10 مساء بطبيعة الحال. وكان عبد الصادق بن عيسى مقدم النشرات الصباحية، النشرات 6، 7، و8 يطلب من الصحفي المحرر أن يعد. وطبعا جميعا تعرفون ما قاله أمير الشعراء في مطلع بيته الشهير: قم للمعلم وفي التمجيلة. ولذلك ألتمس منكم جميعا أن تقفوا تحية للمعلم. بطريقة الحكي المتقن الخالي من الخطأ. صدق ليس هو أستاذ، هو أخ وصديق، تجمعت فيه الكثير من الأقيال، يستحق فعلا أن يكون أنموذجا وحسنا فعلته أمهاتنا وآبائنا ونكرى لذات وتضحية. شكرا لك أستاذ صدق لأنك بصمت جيدا وأسرا متعبا. بداية أشكر لكم هذه الفرصة التي أتحتموها لي لكي أعبر بداية عن شكري وامتناني للزملاء في بيت الصحافة للمبادرة التي قاموا بها، والتي تتمثل في تكريم شخصي المتواضع ومساري المهني. يعني أن يصادف هذا التكريم اليوم الوطني للإعلام، ف ذاك له دلالة خاصة ومتفردة ومتميزة بالنسبة لحياتي إجمالا، وليس فقط بالنسبة لحياتي المهنية. آمل أن أكون في مستوى هذا التكريم وأن أكون أهلا له، ذاك ما أتمناه، وأرجو من الله أن يمدني بالصحة والعافية حتى أواصل الكتابة وتقديم الجديد للمستمع والمشاهد المغربي أساساً وفي العالم العربي بشكل عام. مرة أخرى أشكر الزملاء في بيت الصحافة وأشكر لكم اهتمامكم وحضوركم. شكراً جزيلاً لكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.